مديسن تبعد عن أوسنبروك تقريبا شي ثلث ساعة. المنطقة حلوة يعني، يعني تعتبر زي كأنها قرية أو مدينة صغيرة. شوفوا ألمانيا بالصيف، اللي بيحب يجي هون في كمان زي ما بيقولوا له بيت ضيافة، بيستأجره باليوم 30 يورو، 30 يورو بالليلة. بس مش مع الأكل. احنا المنطقة هون بيقولوا لها ديزن. انا في زيارة كنت لجماعة، والحمد لله الزيارة تمت على خير. اليوم مروحين على برلين بعد زيارة كانت أليمة شوية، بس الحمد لله.